لو سألت على اسم مكان ومعروف لناس كتير هيقولولك المكان ده فين، لكن لو سألت باسم تاني اللي هو نفس المكان محدش يعرف المكان ده فين. موضوعنا النهاردة هو تمثالين مامون، يلا بينا مع بعض نعرف ايه الحكاية وايه القصة. التماثيل دي في الأصل بترجع للملك إمنحوتب الثالث ومن ملوك الدولة الحديثة الأسرة الـ18. التماثيل دي بتقع في البر الغربي من الأقصر، وهي اتعملت عشان تتحط على مدخل المعبد الجنائزي للملك إمنحوتب الثالث، لكن المعبد ده اندثر نتيجة للفيضان. التماثيل دي بدأت تطلع أصوات، وإن أول مؤرخ سجل إن التماثيل دي بتطلع أصوات هو المؤرخ اليوناني سترابو، حيث بيقول طبعا في كتابه اللي هو كتاب الجغرافيا، بيقول إن في زلازل دمرت الجزء العلوي من التمثال الشمالي، وحدث صدوع في الجزء السفلي أي شقوق، فده أدى إلى إحداث توضاء أي صوت كل صباح أو عند شروق الشمس. فاليونانيين أما سمعوا الأصوات دي قالوا إن الصوت اللي طالع ده نتيجة لبطل اسمه ممنون، وده بطل اشترك في معركة اسمها معركة طرواطة ولكنه قتل في المعركة، وبيقولوا إن الصوت اللي بيطلع ده نتيجة طبعا إن البطل بيعمل تحية لوالدتي، أو رأي تاني بيقول إن والدتي اللي هي اسمها إيوس حزينة عليه فبتطلع الصوت ده كبكاء على فراق ابنها في المعركة. لكن طبعا الحقيقة غير كده، يعني تفسير العلماء بيرجع بيقول ان لما حدث شقوق في التمثال ونتيجة طبعا لما بيحدث سقوط امطار، فبتيجي طبعا درجة الحرارة الصبح بدري فبتعمل عملية تبخر للمطر اللي موجود داخل صدوع التمثال، فده طبعا بيخلي بيبقى فيه سلسلة من الاهتزازات ومع هواء الصحراء فبيطلع صوت. لكن طبعا فضل الحال ده على فترة لحد ما جه الامبراطور الروماني سيفريوس وقدر اللي هو يسد الشقوق اللي موجودة في التمثال، وبكده عمل لنا عملية ترميم للتمثال وبقى تمثال ما بيطلعش اي صوت. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، يهمني تعليقاتكم وارائكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.